بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل المشتركين في قناتي، قناة الفن ببساطة. النهاردة إن شاء الله هنعمل وردة القرنفل أو زهرة القرنفل من عجينة السيراميك. يعني الفيديو ده لعشاء عجينة السيراميك والعشاء زهرة القرنفل اللي زي حالتي. بحضر الألوان اللي أنا هستخدمها من العجينة، وبطاريها طبعا تطلع من التلاجة من شوية، وبعد كده ببدأ اقطعها بشكل ورقات ورد صغيرة كده او الحجم اللي احنا عايزينه، بس في الغالب بتكون الحجم بتاعها صغير كده. طبعا العجينة طرية قوي وعلى مشمع طبعا عشان ما تلزقش في اي حاجة. الادوات اللي استخدمتها بسيطة جدا زي ما احنا شايفين، يدوبك هستخدم دبابيس بتاعت اشار والقطعة حتى اللي انا عاملاها من مقاطع بلاستيك يعني، وحتى العجينة فردتها بقلم البورد او قلم ماركر، فما صعبتهاش على نفسي. ادوات بسيطة قوي في البيت، وعملت بيها الورد زي ما نشوفها دلوقتي. بكمل عدد تاني من الورق. زهرة القرنفل عشان تكون كويسة اعملي كمية من الورق مثلا في حدود 30 ورقة، يعني من 25-30 كده ممكن تديك الحجم الكويس. لو انت عايزاها زهرة كبيرة بقى اعملي عدد اكتر. خدت جزء من العجينة وعملته زي مستطيل كده عشان اجهز القلب بتاع الوردة اللي هيلف حوالي باقي الورق. دي دبابيس من دبابيس الاشاربات، انا مثبتاهم مع بعض في قطعة من السيراميك بحيث ان انا بقدر اعمل بيها بعض الاشكال. الجزء اللي انا خليته مشارشر دوت او فيه فتحات مخططة كده ببدأ ابرمه كده او الفه حوالين من بعضه، وهيبقى ده القلب بتاع الوردة. يبقى كل وردة قرنفل هعمل لها القلب بتاعها بالشكل ده. وبعدين نبدأ نمسك الورق اللي احنا قطعناه من العجينة، والورقة بنبطط كده حرفها زي ما هنشوف دلوقتي. اهي ببدأ اضغط عليها بحيث ان انا اخليها رقيقة طبعا شوية، وبالدبابيس بدوس على الحرف بتاعها بالشكل ده وببدأ اضمها من تحت. يعني حرف منها مضموم والحرف العريض شوية انا شرشرته كده بالدبابيس عشان يديني شكل ورقة القرنفل. هي الفكرة تاني، كل ورقة هضغط على حرفها وهضغط عليها بحيث انها تبقى رقيقة، وبضمها من تحت بايدي بالشكل ده، برسهم جنب بعض. لكل زهرة هكرر الموضوع ده وهسيبهم بقى فترة علشان ينشفوا. يعني انا الفيديو ده كنت عاملهم بعد كام ساعة مثلا، رجعت عشان ايه اكمله، كان الورق ده كله الخفيف الطري ده كان نشف عشان اقدر امسكه واقدر استخدم الغيرة واشبكه في بعضه. بعد فترة رجعت العجينة بتاعتي وعملت اكتر من لون زي ما احنا شايفين، وكل لون عملت منه كمية، وكانوا هسيبهم طبعا ينشفوا، بس بحاول ان انا اسيب من كل لون قطعة صغيرة زي اللي معايا دي هعمل بيها قلب الوردة. يعني من كل لون من اللي معايا خلي جزء منه، ما تخلصيش اللون كله، ولو ما فيش اللون الاخضر هيغنيني. هنا بقى العجينة نشفت خالص، ورق الورد كله نشف زي ما احنا شايفين كده،
اقدر بقى اشتغل بيه. هجهز الغيرة، واخدت من الغيرة شوية صغيرين في طبق صغير كده جنبي، وزي ما قلنا انا بحتفظ بحتة صغيرة هعملها زي كورة كده، وهاخد اللون بتاعها، وهدور على الورقة اللي انا كنت لفاها مبرومة كده عشان اعملها القلب، واحطها في النص، وكل ورقة بمسكها بتاخد دهنة غيرة صغيرة كده، وبعدين ابدأ احط القلب في وسط الدايرة، واخد باقي الورق يبدأ يلف حواليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عملت القلب، وببدأ بقى ورقة ورقة تاخد سنة من الغيرة وتبدأ تلف حوالين القلب ده. طبعا بقلل عدد الورق لو انا عايزاها وردة صغيرة او مقفولة شوية مضمومة شوية، وبكتر الورق على سنها وردة كبيرة ومفتحة، فاقدر اعمل كمية كبيرة تلف حوالين الدايرة دي، فبتديني الشكل المفتح للوردة. بسيبها بقى شوية بحيث ان الورق ده كله يبدأ يثبت في الغيرة. بشوف الساق بتاع الوردة هيتعمل بايه. في عندي حلين، اما بجيب السلك ده، والسلك ده موجود عند كل بتوع البيات، تاخدي منه الطول اللي انت عايزاه وتتني حرفه، تبتدي تدخليه في الغيرة وتحطيه في الوردة. اول فكرة اللي انا بحبها اكتر وبرجحها، انا عندي يعني ده متوفر عندي اكتر، فروع الشجر الكتيرة اللي احنا بنقصه من على السور وبترمي، فعندي فروع الشجر كتيرة، باخد منه بدل السلك. السلك لسه هجيب حاجة اخضر لون اخضر وبرومه حواليه وشغلانة، لكن انا بحس ان فروع الشجر الحقيقية او الطبيعية بصراحة بتديني شكل طبيعي اكتر، يعني شكل طبيعي اكتر. فببدأ اعمل الفرع بتاع ابدا اعمل الفرع بتاع الشجره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حطيته في الغيره، بثبته في الزهره، وبسيبه بقى شويه علشان ينشف. هي صحيح الورق بتاعها ناشف بقاله فتره، لكن انا الجزء الجديد اللي هي دخلت فيه يعتبر طري لسه مع الغيره. الجزء التاني بقى اللون الاخضر من عجينه السيراميك، ببدا الف بيه تحت الورده بالظبط وعلى بدايه الفرع الخشب، يبقى قطعة من اللون الأخضر من عجينة السيراميك، وتبتدي تلف بيها تحت الوردة على طول في بداية الفرع الخشب، تديني شكل البداية كده بتاعت الوردة من تحت. تمام، لو حابة بالفرشة وبالألوان تغيري في شكل أو في لون الورد، لو حابة تضيفي لون على لون تعملي دمج بين لونين، يعني مثلا اللون الأصفر جبت أورنج خفيف قوي وابتديت أدي بيه أطراف الورق بتاع الوردة. في نهاية الفيديو حتى ما عجبنيش، في لونين كانوا متشابهين شوية مع بعض، فأنا غيرت واحدة فيهم برضو اللون موف فاتح. فيهم واحدة كان النبيتي بتاعها مش عاجبني، اديتها بالالوان الاكريليك اللون الاحمر، لان القرنفل الاحمر بيبقى شكله جميل جدا. فيعني ممكن تتدخلي لو الالوان اللي انا عاملاها اساسا في عجينة السيراميك مش عجباني، استني لما الورد بينشف، هو كده كده الورق ده معانا ناشف، وابتدي لونيها. دي اوراق ورد، ورق شجر اخضر كنت عاملاه بقوالب بعجينة خضراء وناشف، وموجود عندي من فترة محتفظة بيه، بينفعني في الظروف دي. بقى طلعت كمية الورق الشجر ده،
وابتديت ازودها للوردات القرنفل بالغرة. لما بتيجي تثبتي عجينة سيراميك على عجينة سيراميك فالغرة بيثبتهم كويس. ببدأ بقى كل وردة من الوردات بتاعتي اديها شوية من اهي فروع الشجر الخضراء، كمان باللون الاخضر الاكريليك عملت العيدان وظبطتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الورد بتاعي خلص كده بقى شكله جميل جدا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك تعملوا شير للفيديو، وارجو الاشتراك في القناة. شكرا واشوفكم بخير في فيديوهات جاية ان شاء الله.